شنو هذا؟ تحيمات. أويلي شد الباب مخط والدين، شد الباب. سديت وسقطت. بقري غانمي. ولي منين شاك الحبيب؟ شريته. الحبيب؟ لا رقبتي من هنا ومن هنا. حلف. قلت لي شلال ومالال وعمري ما ندوق الحلال وضربني كان مقرش عليه تل. تلفين؟ ضربني كان مقرش عليه تلمني من الليل. آمنا. لمي. ليش؟ عادك فكرتيني. متواصلون معكم في برنامج الارتداد شرقا، اهلا وسهلا بكم مره اخرى. تعيش العلاقات الاوروبيه المغربيه على وقع توتر دبلوماسي غير مسبوق، فيما لا تزال الملفات العالقه بين رباط ومدريد تراوح مكانها. على جانب اخر تتجه العلاقات بين رباط ومدريد نحو المزيد من التازم. ابدا معك دكتور محمد ضيفي من الرباط. المملكه المغربيه في بياناتها تتحدث عن تصرفات تراكميه من المانيا، ما هو مربط الفرس هنا؟ هل هو الموقف من السياده المغربيه على الصحراء؟ هل هو عدم توجيه الدعوه للمملكه لمؤتمر برلين حول ليبيا سابقا؟ اين بدات هذه الازمه التي كانت توصف حتى الان بالصامته؟ فعلا هي أزمة صامتة بين البلدين، والمواقف الألمانية يعني لم تكن أبدا واضحة، وكانت مواقف رمادية من يعني فيما يتعلق بالعديد من القضايا الأساسية وكذلك المصالح المغربية. ففيما يرتبط يعني بأولا قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، كان الموقف غير الودي إن لم أقل العدائي الذي عبرت عنه ألمانيا بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، حيث دعت إلى اجتماع لمجلس الأمن وكان لها موقف يعني ما أقل ما يمكن القول فيه بأنه يعني لم يكن متوقع. نفس الأمر يمكن اعتباره من خلال علاقات مع يعني بعض في جيران المغرب التي موجهة ضد مصالح المغرب. أضيف إلى عقد لقاء برلين والذي استبعدت فيه أو منه ألمانيا المغرب، ونحن نعلم بأن المغرب يعني كان حاضرا ولا زال في الملف الليبي بشكل قوي، وأن أول وأهم يعني اتفاق بخصوص الملف الليبي تم في مدينة الصخيرات في المغرب، وبالتالي يعني ألمانيا حاولت أن تبعد المغرب من ملف أساسي وله دور كبير فيه. فبالتالي هناك تراكم للعديد من يعني القضايا التي جعلت. دعنا نسأل سيد بروغمان عن هذه المسألة، هل وارد سيد بروغمان أنه يعني ألمانيا أغفلت بعض الجوانب المهمة في تقدير علاقتها بالمملكة المغربية، خاصة يعني وأنه مسألة الهجرة كغيرها من الأمور تحتل أهمية كبيرة، ولكن يعني لو فصلنا الحديث في هذه النقطة تحديدا، بدون تعاون المغرب، بدون علاقات جيدة مع المغرب، قد تجد أوروبا نفسها أمام عشرات الآلاف من المهاجرين في قلب أوروبا بصفة يومية. حسب ما فهمت هناك موقف واضح في الحكومة الأوروبية، خاصة أيضا في ألمانيا، وكان الطرف الأوروبي وليس الطرف الألماني الذي بدل القواعد، بل كان الرئيس ترامب هو من بدل القواعد عندما قبل أن يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء. والموقف الأوروبي هو أنه يجب أن يكون هناك حل سلمي داخل الأمم المتحدة لهذه المسألة، وهذه إحدى عواقب القرارات غير المدروسة لإدارة ترامب، وهو قرر أيضا أن ينقل العاصمة الإسرائيلية إلى القدس. مرتبط بالرئيس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، ولكن في نفس الوقت الرئيس الأمريكي الحالي بايدن لم يتراجع عنه، وتبدو وكأن كل الأمور تشير إلى وضع أيضا قائم فيما يتعلق بهذه الجزئية. والمغرب في الحقيقة بنى الكثير من المكتسبات وبنى الكثير من الخطوات على هذا الاعتراف، بحيث لا يمكن التراجع عنه الآن. ربما هذا هو الموقف الأمريكي حتى الآن، يجب أن ننتظر لنرى في اللقاء الأول للرئيس بايدن مع القادة الأوروبيين، يجري هذا الأسبوع في قمة الدول السبع، وبعد ذلك يلتقي القادة الأوروبيين في بروكسل في مستهل الأسبوع المقبل. وربما الملف المغربي هي من بين النقاط التي يجب أن نناقشها مع الأمريكيين، ولكن كما تعرفون فأن وضع اللاجئين حساس جدا بالنسبة لأوروبا، ولا يحب الأوروبيون أن يتم ابتزازهم من دول مثل تركيا أو المغرب باستخدام هذا الملف. طيب أتحول إلى دكتور محمد. دكتور محمد، هل تقيمون كل ما يحصل الآن من حالة توتر بأنه قد يكون يعني فرصة لوضع الأمور في نصابها الصحيح، أو على الأقل نقطة نظام تعيد العلاقات إلى مسارها الصحيح، خصوصا مع احتمالية حدوث تغيرات في داخل السياسة الألمانية، خصوصا مع مجيء بايدن، الكثير يعني من التطورات الدولية والإقليمية تحصل؟
دعيني فقط أشير إلى نقطتين بسرعة. النقطة الأولى هي أن الاعتراف هو أمر سيادي يهم دولة ولا مجال لطرف آخر للدخول فيه وبالتالي لتقييمه. فالحكم على قرار سيادي أمريكي وهو ليس قرار يعني الرئيس ترامب ولكن قرار الولايات المتحدة الأمريكية. ويعني أفاجأ كيف أن هناك عقلية يعني تنظر إلى القرارات بهذا الشكل. ثانيا أكيد بأن المغرب لا يقبل ببلد مثل ألمانيا أن يكون دركيا له. فضيفك قال بأن أوروبا لا تقبل ببلد مثل المغرب يعني أن يبتزها والمغرب لا يبتز. لو كان المغرب يعني يلجأ إلى هذه الأساليب لكانت أوضاع أوروبا غير التي نعرفها اليوم، لأنه أقرب بلد لأوروبا والمسافة الفاصلة هي 14 كيلومتر ليس إلا، وعدد المهاجرين بالتراب المغربي من دول جنوب الصحراء هو بعشرات بل مئات الآلاف. إذن المغرب يلعب دوره وبمسؤولية كبيرة، فبالتالي لا يمكن أن يكون دركيا لبلد مثل ألمانيا أو مثل إسبانيا أو غيرها من الدول، بل هذا الأمر يعني يتم تدبيره بشكل تشاركي وباحترام كذلك لمصالح الطرفين. أكيد بأن هناك إشارات مغلوطة ومغالطات حول ما تدفعه أوروبا بخصوص ملف الهجرة، ولكن ما يوظفه المغرب وما يدفعه المغرب هو أكثر بكثير من ذلك، وما تستفيد أوروبا من دور المغرب هو كبير جدا. إذن أعتقد بأن تلك النظرة يعني العلوية ينبغي أن نتجاوزها وأن نتوقف عن الحديث عن بلد مثل كذا أو مثل كذا. العالم تغير، ومن لا زال يعيش تحت وطأة عالم ولا ومن لا زال يحلم بقوة يعني وهي هو غالط. نحن نعلم جميعا بأن الاتحاد الأوروبي هو فقط رجل مريض، وأن الاتحاد الأوروبي يعني كاتحاد هجين لا توجد فيه مصالح. لو تحدثنا عن يعني تماسك الاتحاد الأوروبي قد يطول الحديث وأن انتهى وقت